النهارده هعمل لكم سويت بنس. هتبقى معانا 350 جرام دقيق، مش لازم تقولي احنا بننزلهم على الشاشه، بس قولي لي عباره عن ايه. بس هي دقيق وزبده وخميره وبيض وسكر وبيضه للوش اللي فوق. أوكي. للحشو او الديكوريشنز، او يعني عشان نخليها ليها طعم ما تبقاش ساده. معانا بيستي كريم، دي بتحشيها جواها. بحشيها جواها. وبتدخليها الفرن؟ لا. ولا لما بتخرج؟ لما بتخرج. بعد ما تخرج بعمل لها بيستي كريم وبعمل لها شوكليت جناش. طب نايس. طيب تبتدي، يلا نبتدي نعملها. عايزين اشغل لك طبعا ده. حط كل النواشف مع بعض الاول. يعني الدقيق والخميرة والسكر، شوية ورشة ملح، بس الملح ما يتحطش على الخميرة. عمر ما نحط الملح على الخميرة. بتحطها جنب على الناحية التانية. الناحية التانية عشان تموت الخميرة. اوكي. والمية. والبيضتين. الزبدة اخر حاجة. أوكي. عشان احنا هنخلي الزبده بتمنع الدقيق يعمل جلوتين، يفوق يعني يعمل كون الشده بتاعته دي. اوكي. فعليا الزبده بتمنع انها بتغلف جزيئات الدقيق. اوكي. هو كده خلاص، انا كده جلوتين عندي بالنسبه لي ما اتفعلش. نحط الزبده. نحط الزبده وهي تدرج. طلع وكله تمام. هتبقى نصها زبده. هناخد حبه، يعني مش لازم نقيس، مش لازم نعمل. طيب احنا كده كورناهم خلاص كلهم يا باسان. طيب انا هعمل لك، انت هتدهني وشهم بالبيضه صح؟ خلاص انا هعمله لك، اعمل لنا انت الحشوات بقى. تبتدي معانا حشوات ايه؟ البيستي كريم. طب يلا نعمل. هي باسان عامله لنا حشوتين، حشوه بالشوكولاته وحشوه بكريمه الحلويات. نحط اللبن على النار يغلي. هنضرب السكر والبيض لغاية ما ايه لونه يبيض. يبقى كده. انت عايزاه كده، ده المنظر اللي انت عايزاه. بتبرده، بتعمل له عملية تبريد. ايوه، عشان ما نحط الساقع على سخن، ممكن نساوي اللبن على نساوي البيض على طول. اساعدك امسك لك دي؟ لا خلاص. بعد كده بعد ما حطينا شوية لبن ننزل الدقيق. اوكي. ندخل ده في الفرن، وبعدين هجيب لكم اللي جاهز عملناه. ده منظره بعد لما طلع من الفرن. كده نحطه في اللبن. بعد ما حطينا الدقيق وحطينا نحطه في اللبن. انت بتضربيه ضربه كويسه بعد لما بتحطي النشا وكل. يعني انه ما يبقاش فيه كلك، يعني ما اللبن ما الدقيق ما يكلكعش معانا. وده شكل الحشوه بتاعتنا بعد لما خلصت، بعد لما الكاسترد حصل. طب تعملي لنا الجناش، ونبتدي بس في الجناش عشان هي مستفاد الفانيليا تحط اخر حاجه خالص. طب اعمل لك انا الجناش. تسخني دي الاول. نسخن الكريمه، بعد كده بنحط عليها اللبن. الكريمه قصدي، بنحط عليها شوكليت. سخنه جدا. سخنه قوي. طيب طب احنا عندنا الجاهز بتاعنا، هو نشتغل بيه. نبتدي نحشي. سباتشا. عايزه معلقه ولا سباتشا؟ لا سباتشا. طيب يلا عشان ناخد كتير، يعني ممكن نفتح بقى زي الكايزر كده. انت مش لا مش زي الباتاشو. باتاشو اصلها بتبقى مفرغه من جوه. افتحهولك، احنا ورانا ايه؟ اتفضل. انت هتعملي جزء بحشوة الفانيلا وجزء بالشوكولاتة. احنا عندنا حشوة الشوكولاتة جاهزة، هوريكم دلوقتي ازاي. عايزة كيس حلواني تاني؟ لا. طيب
بصوا بقى، ادي الطاسه سخنه، هحط عليها الكريمه هنسخنها برده، ما بردتش كفايه، هي اول لما تغلي هي نزلت غليت في ساعتها. الكريمه ما بتغليش يا اولاد عشان بتقطع. طيب احطها على الشوكولاته؟ احطي الشوكولاته. اوكي مش عشان دي الوصفه بتاعتها، فما احبش اعمل لحد حاجه تزعله. هو الجناش معروف في كل حته، احنا ممكن نعمل له جناش نستناه يجمد خالص. يعني نبيته يوم نستناه يجمد علشان بره مش في الثلاجه، بره ونحطه في كيس حلواني نعمل له برده زي ما احنا عملنا كده. اوكي احسن يعني بيبقى شكله احسن. ده دلوقتي هنعمله زي المربى كده، نعمل زي المربى. اوكي